مشاهير من أصول جزائرية. 7 مشاهير قد لا تعرف أنهم من أصول جزائرية. لا زال الارتباط وثيق بين الجزائر وفرنسا، فقد كانت فرنسا تعتبر الجزائر الامتداد الطبيعي لأراضيها خلف البحر المتوسط، وما زالت اللغة الفرنسية هي السائدة لدى غالبية الشعب الجزائري، ومعظم الجزائريين يحملون الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيتهم الأصلية، بينما استوطن آخرون فرنسا بلدا ثانيا لهم، ومنهم عدد من مشاهير الفن العالميين الذين نجهل أصولهم الجزائرية. أولا إنريكو ماسياس، هو مغني يهودي فرنسي من أصول جزائرية من مواليد 11 ديسمبر سنة 1938 بمدينة قسنطينة في حي الشارع اليهودي، وقد حصل على لقب رسول السلام من هيئة الأمم المتحدة. ثانيا إريكا سواغيري، وهي مغنية وممثلة يابانية ولدت في 8 من أبريل 1986 بمدينة بنيريما بطوكيو من أم جزائرية وأب ياباني. لمعت في دورها البارز في المسلسل الدرامي أغنية للشمس، وكانت تمثل دور كاورو أماني والذي حقق لها شهرة كبيرة. ثالثا الممثلة ليلى بختي، قامت بتمثيل العديد من الأفلام والمسلسلات ولها الكثير من الأعمال الدرامية الشهيرة، وهي فرنسية من أصل جزائري، ولدت في 6 مارس 1984 في العاصمة الفرنسية باريس، ومن أفلامها التي حققت نجاحا كبيرا فيلمي باريس أحبك وعين النساء. رابعا زاهية زيواني، فنانة جزائرية اكتسحت في عالم الموسيقى وهي قائدة أوركسترا ديفيرتيمونت، وهذه الأوركسترا ذات طبيعة مختلفة تسعى من خلالها زاهية إلى نشر الموسيقى الكلاسيكية في الأوساط الشعبية. خامسا الفنان الجزائري الأصل سامي نصري، هو بطل سلسلة أفلام التاكسي الشهيرة والتي قام فيها بدور دانيال مورال سائق التاكسي، والذي اختار أن يتصدى لرجال العصابات. سادسا الفنانة إيزابيل أجاني، وتأتي على رأس الفنانين العالميين من أصل جزائري الفنانة إيزابيل أجاني الحاصلة على جائزة سيزار العالمية، وهي بذلك تتصدر قائمة الفنانين ذوي الأصول العربية والذين حققوا بطولات شهيرة وشهرة عالمية كبيرة. وقد بدأت أجاني حياتها الفنية وعمرها 21 سنة في برامج الهواة، أما أول أفلامها في السينما الفرنسية فكان الفيلم الفرنسي لو بيت بونيات الذي عرض سنة 1959. وأخيرا ألبير كامي، خلافا لنجوم السينما يأتي على رأس النجوم أي الفيلسوف الوجودي والكاتب المسرحي العالمي ألبير كامي، وهو كاتب فرنسي جزائري من أب فرنسي وأم إسبانية، وقد ولد في قرية الذرعان وترعرع في بلدة موندوفي في مقاطعة قسنطينة بالجزائر. كان كامي من أصغر من حصل على جائزة نوبل، وقد نالها عن عملين هما أسطورة سيزيف والمتمرد.